حدثيها هي يا هايدي، انت مش عارفه هايدي ان مامتها قالت انها عندها القلب. يا زلمه يا جدعان حرام عليكم يا جدعان، ايه ده؟ حبايب قلبي عاملين ايه؟ عندنا تحدي دلوقتي، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك، هل هتقدروا بقى ولا لا؟ واللي مش مشترك في القناه يشترك واعملوا لايك للفيديو. ايه يا بنات؟ مستر فين؟ انا كلمته كتير ما بيردش. طلعت في الطريق يعني، مع اخر حاجه قبل ما ينزل قال لي انا جاي لكم دلوقتي يا بنات. كان بعت لي على الواتساب. مش عارفه ليه بيتاخر كده. هو على طول بيتاخر. بل ما قفلنا ما بيستشعر شعره بقى وكده. طيب المهم تكلموه مره تاني كده، مين معاه رصيد؟ سيبتي والله موبايل مو غلط مش بيجاوب. اتنين بايلو فاصل على فكره. انا بقى اساسا بيهتم بالموبايل. طب بقول لكم ايه؟ مالك يعني انت بايته معايا من امبارح، فايه انت مش غريبه؟ انت بتعيطي؟ لا انا تاكلي؟ لا انا مش جعانه. ما تخلصي احنا لسه هنتكسف. والله انا جعانه، انا لو كنت جعانه كنت قلت لك. طب وانت؟ انا عادي يا بنات. طب انا هقوم بقى انا تعمل الاكل. ماشي. بقول لك تعالي معايا يا حبيبي. ماشي. طب انا اجي معاكم؟ لا لا عادي، احنا هنعمل الاكل بسرعه ونرجع. تمام. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايزه اعمل مقلب في سلمى. يا بنتي انت عارفه ان سلمى قلبها ضعيف. قلبها ضعيف مين؟ اسكتي. حرام عليكي، ده عندها القلب. هنعمل مقلب فيها تمام. مقلب هيبقى جامد. بصي ايه هو؟ في عندي وش اللي انت شفتيه قبل كده عندنا الاسود تقريبا. اه هو. بصي هنلبسه، انا هلبسه تمام، وهنطفي النور وهنغمض تمام، وهنشوف ايه اللي هيحصل. يا بنتي حرام عليكي، عندها القلب. هنجرب بقى عادي، احنا بنقصد. طب فين الوش؟ يخرب بيتك، ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ انت اتأخرتوا قوي. بصي يا سلمى، بصراحة أنا هقولك حاجة، أنا بابا لما بيمشي من الشقة أو بيروح مشوار أو كده بحس إن في حاجات بتظهر في الشقة مع فريد. حاجات زي إيه؟ حاجة دلوقتي مع دايما قدام المصر. حاجات زي إيه؟ أنتِ ما تخافيش. أنتوا عارفين إن أنا بخاف من الحاجات دي؟ مفيش حاجة والله. أنا عايزة أروح. انتوا عارفين انا بخاف من الحاجات دي يا ستي؟ مفيش حاجه. ايه عفاريت بتاع ايه يا بنتي؟ احنا عفاريت مش بتخاف. اصلا اللي بتخافوا؟ انا بخاف. لا لا ما تخافيش. طب اقوم اشوف الاكل يا جماعه. يا جماعه ماشي. انا خايفه يا ستي. عادي دي مجرد عفاريت. انت عارفه ان احنا بنخاف من العفاريت يعني؟ انا بخاف. انا يا ستي عفاريت ايه؟ مفيش عفاريت اصلا. ايه تيجي نروح يا ستي؟ مش هينفع اسيب هايدي لوحدها في الشقه، الشقه فاضيه. فاضية ما فيها عفاريت. يا بنتي ما فيش والله، ما فيش عفاريت. ما فيش والله. ايه ما هي اللي بتقول؟ هي ما بتقول بس انا ما شفتش لحد دلوقتي.
خلاص قولي يا بنتي ده مقلب يا بنتي. سلمى سلمى احيدي قطع النفس. الحقي قطع والله فعلا. طب خليكي انا هجيب ميه بسرعه واجي بسرعه. سلمى قومي يا بنتي والله العظيم ده مقلب. قومي يا بنتي قومي يا عيني بسرعه. يا سلمى قومي يا سلمى عايزي بسرعه. سلمى الروح بسرعه عايزي شويه ميه هنا. حطي بسرعه امسكي بسرعه. سلمى يا عيني سلمى سلمى هم عليها وماتت. معرفش ايه اللي حصل لها والنبي. اللي انت بتقوليه ده مش عارف. تعالي عادي وريني فين فين. طيب تعالي داري كده ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله خير. فين سلمى فين سلمى 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 شدي ايديها كده طلعي ايديها فوق. سلمى سيبيها. سلمى 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 انت سامعانا؟ السبب انت السبب. طب طب شوفي طيب شوفي طيب طب حطي طب حطي ودنك هنا اسمعي في صوت دقات قلبه ولا لا؟ هنا؟ هنا على على قلبها. مفيش 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 مفيش. هي حصل لها ايه؟ هايدي لبست الوش وخضتها وهي عندها القلب. خضتيها ايه يا هايدي؟ انت مش عارفه هايدي ان مامتها قالت انها عندها القلب. يا سلمى يا جدعان حرام عليكم يا جدعان. ايه ده؟ يا جدعان اللي انتوا بتعملوه ده؟ يا سلمى طب استنى طب اكلم الدكتور. كلموا اي في رقم اي مستشفى هنا؟ يا سلمى يا سلمى اترعبي. طيب في اي رقم مستشفى؟ يا سلمى طب رقم اقرب مستشفى هنا ايه؟ خلصي مستشفى الريان. الرقم بتاعها كام دي؟ بسم الله يا بنتي قومي بقى قومي قومي. الو مستشفى ريان؟ يا سلمى قومي بقى يا سلمى. يا جدعان يعني ينفع الكلام ده يا جدعان؟ ده هزار. انتوا عارفين ان هي تعبانه يا جدعان تهزروا مع الهزار ده؟ يا سلمى ايه السبب؟ ايه السبب؟ اشوفها بلاش. يا سلمى سلمى قومي يا سلمى يا سلمى قومي يا سلمى قومي لا اله الا الله.